بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم مجددا أستاذة الجاري من المجمع المدرسي أمل المستقبل. إذا درسنا اليوم يا أطفال هو درس القسمة. إذا هذا الدرس يا تلاميذ ينقسم إلى جزئين، أو على حسب البرنامج يمكننا القيام بعملية القسمة بطريقتين، طريقة التجميع وطريقة التوزيع. إذا أولا سنقوم بالتجميع. لاحظوا معي، أراد مكتبي أن يرتب 48 كتابا في رفوف، بحيث يضع في كل رف 12 كتابا. ما هو عدد الرفوف التي سيستعملها المكتبي؟ إذا عنده 48 كتاب سيضعهم في رفوف، بحيث أن سعة كل رف أو كل رف يقدر يدير فيه 12. إذا هاوليك دار في الرف الأول 12، فهم؟ زاد ملأ، نساعدوه باش يملأ الرف الثاني. أنتم قموا بتلوين كتب هنا 12، واصلوا من الكتب. إذا 12 أخرى. هل انتهى يا تلاميذ؟ لا، هو عنده 48 زاد 12 أخرى. هل أنت انتهى؟ سنتأكد. إذا 12 هنا و 12 هنا تساوي 24 زاد 12 أخرى، ولو 36 زاد 12 في الرف الرابع، كم أصبحوا؟ 48. وهو كم لديه من كتاب؟ 48. إذن هل انتهى يا أطفال؟ نعم انتهى. كم احتاج من رف؟ 4 رفوف في كل رف. إذن قلت كان عنده 48 كتاب وزحهم في رفوف 12 في كل 12 في كل رف. 12 12 12. إذا كم احتاج من رف يا تلاميذ؟ احتاج 4 رفوف. إذا نقول 48 تساوي 12 12 12 12. إذا 12 هو قسم على 12 يا أخي، شحال تكررت من مرة؟ 4. إذا 12 في 4. كما نعرف يا أطفال عملية الضرب هي عكس عملية القسمة. باش نتحكم في عملية القسمة يجب أن أتحكم جيدا أولا في عملية الضرب. كيفاش نتحكم في عملية الضرب؟ بحفظ جدول الضرب. إذا سنرى بعملية القسمة كيفاش نعبر عليها. نقول 48 قسمة 12، يعني 48 كتاب قسمها مجموعات 12 12 12 12، كم تساوي؟ تحصل على كم من مجموعة؟ 4. هل فهمتم؟ ثم إذا كان لدى المكتب 54 كتابا ثم 127 كتابا، أنتم واصلوا ملء هذه الخزانة أو هذه الرفوف، املأوها 12 12 12. كل مرة جمعوا 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 حتى توصلوا 54، وشوفوا شحال استعملتوا من رف، ثم زيدوا واصلوا جمعوا 12 12 12 حتى تلحقوا 127، وشوفوا كم استعملتم من رف. هذه هي اللي يقولوا لها القسمة بالتجميع. مفهوم تلاميذ؟ هذا هو المفهوم تاع الدرس. إذا لا أستطيع أن أفعل أنا هذا لأن الفيديو سيكون طويل جدا وممل، افعلوه أنتم ب 54 و 127. ثم هنا يرتب الفلاح 50 بيضة في علب للبيض تسع كل علبة 10 بيضات. ساعد الفلاح على إيجاد عدد العلب التي يمكن ملأها. إذا هاي لك العلبة يا أطفال، لاحظوا معي، عندي العلبة الأولى فيها 10، أنا عندي 50 بيضة، مفهوم؟ سأقوم بتفريغها. العلبة الأولى 10، هل انتهيت؟ لا، نزيد 10 أخرى. هل انتهيت؟ لا، 10 أخرى ثم 10 أخرى. شحال ولا عندي؟ 10 زائد 10 20 30 40، وأنا عندي 50 بيضة لم أنتهي بعد. إذا أضيف 10 أخرى، 40 زائد 10 تساوي 50. إذا انتهيت، مفهوم؟ أنا وزعت 50 بيضة في علب بالتساوي، كل علبة فيها 10 10 10 10. إذا ماذا أقول يا تلاميذ؟ أقول 50 تساوي 10 زائد 10 زائد 10 زائد
10 زائد 10. وبالتالي في عملية القسمة كيفاش نقولوا هذا جمع متكرر، هاي نردو هذا ضرب قبل، 50 تساوي 10، كم تكررت من مرة يا أطفال؟ تكررت 5 مرات، إذا 10 في 5. أو نقول بالقسمة يا تلاميذ، 50 قسمة، قسمت 10 10 10 10، أعطتني شحال من علبة؟ 1 2 3 4 5، تساوي 5. هالمفهوم لاحظتم دائما الضرب عكس القسمة. ثم استعار أمين كتابا من مكتبة من مكتبة المدرسة، نعم من مكتبة المدرسة، به 180 صفحة. إذا كان يقرأ كل يوم 15 صفحة، كم يوما يلزمه لقراءة الكتاب؟ إذا تابعوا معي، هاوليك، النهار الأول قرأ 15 صفحة، زائد اليوم الثاني 15 صفحة، ثم اليوم الثالث 15، اليوم الرابع 15، اليوم الخامس 15. سنرى إذا كان قد انتهى من قراءة كل الكتاب. 15 زائد 15 كم تساوي؟ 30. نزيد لها 15، 45، وال15 60، وال15 75، وأنا كم عندي عدد الصفحات؟ 180. إذا لم ينتهي بعد. ثم 15 كل يوم، 15 عفوا. إذا لاحظوا معي يا تلاميذ، اليوم الأول قرأ 15، اليوم الثاني 15، وهكذا 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 إلى أن وصلت هنا إلى 180. سنرى كم من يوم قرأ الكتاب. عندي اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر. إذا استغرق الطفل في قراءة كتاب مكون 180 صفحة، استغرق كم قلنا من يوم؟ قلنا 12 يوم. إذا سنعبر عليها بهذا الشكل، 180 تساوي قرأ في اليوم 15 لمدة كم؟ لمدة 12 يوما. فهمتوا تلاميذ؟ أو نقول عن طريق القسمة، 180 قسمة 15 اللي هي عدد الصفحات تساوي 12. إذا أرجو أن تكونوا قد فهمتم يا أطفال ماذا أقصد وماذا يقصد التمرين. ثم ما هو عدد الصفحات التي سيقرأها في اليوم الأخير؟ إذا سيقرأ أيضا نفس العدد.